تضررت من هذا الزلزال. ومؤسسة الإسكان التركية توكي بتنسيق مع وزارة الإسكان والبيئة سيساهمان في إعادة إعمار هذه المدن في أقصر وقت ممكن. بالطبع الأولوية لإنقاذ الأرواح وإزالة الأنقاض، وبعد ذلك سنعيد إعمار هذه المدن. والشركات التي ستساهم وتساعد في إعادة الإعمار ستقوم برفع الأنقاض هنا وإفراغها، وبعد ذلك سيتم إعادة الإعمار فيها في زلزال فان وفي زلزال بنجل وفي زلزال إزمير، وأيضا في الآونة الأخيرة زلازل إلز وملاطيا كما تذكرون، وأيضا في فيضانات مدينة كاستمونو وحرائق الغابات في أنطاليا ومولا. تتذكرون كيف سارعنا إلى إعادة إعمار كل هذه المدن بعد كل هذه الزلازل والفيضانات والحرائق. الدولة التركية في هذه المرة أيضا ستقف إلى جانب أبنائها ومواطنيها وتعيد إعمار العشر مدن المنكوبة بإذنه تعالى. سيعود المتضررين من هذه الزلازل إلى منازلهم آمنين مؤمنين وبشكل سليم بعد إعادة الإعمار. شكرا جزيلا.